السلام عليكم اخوان الرياس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. كنتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. واش راكم مبروكه؟ رمضان مبارك كريم. كنتمنى ندخل على الجميع الرياس وجميع المسلمين بالصحه والسلامه والهنا والتيسير ورزق الكثير ان شاء الله بحول الله، ويحفظكم ويحفظ وليداتكم ووالديكم. كما وعدتكم الخوت، اليوم غادي نشوفوا الطعمه ديال بيبينيو ولا خيار البحر. كما كتشوفوا هي هذه، هي فينا هي، يا اما دير مقص ولا موس، ولكن من الاحسن مقص. المقص كيسهل عليك المأمورية على الموس. الموس خاصك تشوف شي حاجه لي بلا باش يمكن لك انك تقطعها. كما كنشوفوا الخوت هو هذا، غادي نبعد شويه على التليفون حيت باقي عامر بالماء، غادي يقدر يرش التليفون ولا شي حاجه. كنجيو لهذا الراس، هذا الاول ديالو كنقطعوه كما كتشوفوا بحال هكا، كنخويوه المصارن ديالو وداكشي كيتخوى، كلشي ما فيه حتى شي حاجه. هانتوما الخوت، كلشي كيخوى. تفركوا عليه مزيان بحال هكا، حتى كيخوي المصارن ديالو. داكشي راه كيكون عامر غير بالرمله، ما فيهش شي حاجه. هادشي اللي فيه هاد المصارن هادو وديك الجلده اللي غادي نصيدو بها ان شاء الله. كتجي كتحيدها بحال هكا، ها هي. كتجي للبلاصه الثانيه، الراس الثاني حتى هو الديكور، كتقطعو بحال هكا، كتقطع على جوج. كاين اللي كيخليه بحال هكا وكيبقى يدفعو بمعلقة ولا بشي حاجة اللي متكونش ماضية، ولكن من الأحسن بحال هكا. كيما شفتو الإخوان، هانتوما حنا قطعناه، هادي هي الجلدة اللي غادي نصيدو بها إن شاء الله. كيما كتشوفو هي هاد الجلدة هادي فقط، هاد الجلدة هادي راه قاصحة واحسن طعم. كتشوفوا باقي عنده هاد الشحيمه هادي. ها نتوما غتبقاو تدفعوا بصبعكم من هنا الخوت، من الراس بحال هكا، وغادي تبقى تحيد الراسه. خصني نقلب هادي. ها نتوما الاخوان الرياس، كما كتشوفوا غتدفعها بصبعك بحال هكا غيخرج الراس. ها ساهل، ماشي شي حاجه. ها كاين اللي كيخليه باقي مسدود وكيبقى يدفعو بصبعو باش كتخرج رولي دايره كامله، ولكن هكا احسن حاجه. غادي يعذبك شويه الا خليتيه رولي بحال هكا. هانتوما الاخوان الرياس، كما كتشوفوا ما تجبدش بحال هكا، تفادى انك تجبدها بحال هكا. ديما دفع بصبعك حتى تسالي. هانتوما الاخوان الرياس، ها هي الطعمه ديالنا دابا. هذه هي الطعمه ديالنا. كاين اللي غادي يشوفها غادي يقول لك صغيره، ولكن افيكاس الطعمه هذه تبارك الله. كتشوفوا سبحان الله العظيم فيها شي مقاطي، كما كتشوفوا سبحان الله العظيم كيفاش فيها دوك المقاطي. نجيب لي برا ولا السيك وانا معكم الخوت. ما كتشوفوا ضروري خاصك ليبرا، ولا بغيتي ما ديرش ليبرا ماشي مشكل، ولكن غادي تطعم بها غادي تجي شويه طعمه عيانه بليبرا. المهم الاحسن انا بعدا تكون ليبرا، اذا كانت ليبرا غادي تكون مزيانه. والفيل ماجي كلاسيك كما كتشوفوا، غادي نشدوها ونحطوها بحال هكا. ها انتم بحال هكا تحطها على السلك ليبرا وغادي تبدا ترولي الفيل ماجيك ديالك. ها نتوما الخوت بحال هكا، غادي تبقى تزهق لك شويه ولكن خصك ضروري تشد معاها. ها نتوما تبقى الدور، خصنا نشدوها في الاول عاد نعاودو الرولي من جديد. ديرو ليها بحال هكا. ها نتوما الاخوان الرياس، هذه هي الطعمه ديال بيبينيا ولا خيار البحر. كترولي مزيان الخيط ديالكم لاسيك
شوفوا هذا الراس هذا اللي غادي تكون فيه الصناره، ديما خليه واحد شويه، ما ترولوش عليه لاستيك، خليه غير واحد شويه، واحد سنتيم بحال هكاك، سنتيم ما كاملش كاع، المهم غير باش تغبر الصناره فيه وصافي. كما كتشوفوا الخوت الطعيمه ديالنا دابا واجده، ها هي فين هي. دابا غادي نديروها في الصناره ان شاء الله. نجيبوا الصناره، ما هي الصنارة ديال الأصاري النمرة 8، كما كتشوفوا غادي ندخلو الخيط ديالنا في الإبرة، السبيك مقطع مهواش مبغاش يدخل في الإبرة. ما تخرجها من الابره كاع عليها، غير يدخل النص ديال السبيب صافي، تهبطها وتخرجها هي والسبيب كيخرج في الخيط صافي، غير تخرج لينا في الخيط ونهبطوها للصنارة الخوت. ها الطعم ديالنا كما كتشوفوا، ها الحلقة ديال الصنارة هو اللي بقى خارج. شتو الاخوان الرياس، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا شوية، وتبارك الله عليكم الاخوان الرياس. هاد الصديق كان كومونط عليا في داك الفيديو ديال فاش وريتكم كيفاش كديروا تجمعوه، قال لي بانه راه ممنوع انك تجمعوا وممنوع انك تبيعوا. قلت ليه بانه ودي حنا راه كنصيدوا به، يعني ميم با جوج بياسات تقدر تصيد لك 24 ساعه، هادي الا ما دكلهاش الحوت، الا ما سرطهاش الحوت دخلها في امه كامله، راه ما تخاف منها حتى شي حاجه، ما تجبدش القصبه ديالك على حسابي نهائيا، طل زعما الطعمه واش مشات ولا لا نهائيا. لوحه الماء ضرب عليها تبارك الله، ما ضربش عليها عرفها راها مازاله في الماء. وواحد القضيه، الا بغيتي بحال هكا انك تصاوبها بحال هكا وتخليها، دابا هادي تقدر تعاود تصيد بها مره اخرى ان شاء الله بحول الله الا كنتي عبد الله بحر، كتحيدها من الخيط بحال هكا، كتحيدها من الخيط بحال هكا، شي قريعه صغيره دير فيها الماء ديال البحر، بغيتي ديرها الثلاجه بغيتي تخليها، غادي تطلق واحد شويه ديال الريحه. المهم كنتي عندك الثلاجه في الدار ديرها، دايره في الثلاجه، بغيتي تخليها غير في ديك القرعه ديال الماء بحال هكا، يعني ما حد ديك القرعه مسدوده، ما تخاف حتى شي حاجه، ما تخرج منها لا ريحه ديالها لا والو، ومني كتطلق الريحه عاد كتولي مزيانه بزاف اكثر من القياس. المهم تبارك الله عليكم الاخوان الرياس، كما شفتوا هذه هي الطعمه ديال الخيار البحر، كنتمنى الجميع يكون استفد معنا، وتبارك الله عليكم ماركم برو. انا مصيد دابا، خديت الدوده البارح واخا ما كنصيدش بها بزاف، خديتها البارح، المهم كان لوحه كطير في البلاصه كيفاش الله اعلم. المهم قررت انني ندير هذا الخيار هذا ونسمر، الله يجيب شي حاجه. الله يعاونكم الاخوان الرياس، تبارك الله عليكم جميعا.